محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وعضو لجنه الخمسين. اهلا وسهلا. اهلا. اسمحوا لي بس انا عايز ابدا بالاستاذ محمد، ان الراجل ده كان قاعد في لجنه الخمسين، وحضراتكم في لجنه الخمسين قلتوا لنا واشتغلتوا على ان احنا نعمل دوله مدنيه اساسها المواطنه، هنحترم باب كامل متميز للمقاومات الخاصه بالحريات، قلتوا لنا ان حريه المعتقد مبدأ راسخ في هذا الدستور. هل ما يجري يا أستاذ محمد الآن من يعني التعدي على هذه الحرية، الناس تطلع تكفر اللي هي عايزاه وتتكلم في الأديان وتبيح لنفسها هذا الحق دون أن يكون هناك رادع يطبق الدستور، هل ده بقى الدستور اللي احنا توافقنا عليه؟ خلينا موضوع الحلقة موضوع هام جدا، وهو أبعاده ليست فقط أنه في حد يطلع يكفر دين آخر أو حتى أبناء نفس الدين، لأنه أحيانا في أبناء نفس الدين بيحصل تكفير. صحيح. المشكلة ما يترتب على ده، الفكر المتطرف اللي موجود في المجتمع، خلينا اللي موجود في قطاعات واسعة ما زالت موجودة في المجتمع. خلينا أقولك أنه مثلا في شاب اعتقد أنه حينما يفجر كنيسة سواء في البطرسية أو في طنطا أو في اسكندرية هو بذلك بيعمل عمل يقربه إلى الله، هو معتقد كده، يعني هو مصدق ده. والأصل مصدق ده يا أستاذ محمد نتيجة إن في ناس بتقوله ده. أيوة، ما أنا عارف، ما أنا بقول خطورة الموضوع إنه مش بس التكفير، ما يترتب عليه يؤدي إلى نتائج كارثية في المجتمع، بتصل إلى إنه البعض يعتقد إنه لما يحط قنبلة ضد من يراه هو موعده الجنة، ان هو كده داخل الجنه. من ناحيه الدستور في ثلاث مواد رئيسيه لم يتم يعني ترجمتهم الى تشريعات. تمام، هنستعرضهم. الماده 53 من الدستور اللي طبعا بتتكلم عن تجريم التمييز. والحقيقه الفقره الاولى منها بتتكلم عن المساواه وعدم التمييز بين المواطنين لاي سبب، سواء الدين او العقيده. احنا الماده دي ماده حاكمه الحقيقه. هي بتتكلم عن المساواة عن بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة. ممكن يا أستاذ محمد، أنا بحب أقرأ الدستور أو الحقيقة. هي المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. وبعد كده التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. وبعد كده ألا يعد الاقتراب من ديانة الناس وعقيدتهم جريمة يعاقب عليها القانون؟ بس يعني المشكلة ان مفيش قانون بيقول كده، مش حض على الكراهية لأنه حض على الكراهية طبعا، لأنه الفقرة الأخيرة في المادة بتقول تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض بدون المشروع اللي تفضلت بيه سيادة النائب، بدون ما يبقى فيه مفوضية مستقلة تبقى عندها قانون يجرم التمييز اللي هو مجرد الكلام ان التمييز ضد مواطن لاي سبب من دول او لاي سبب اخر، لان الماده كمان فتحتها طبعا اذا في سبب مش موجود من دول انه في تمييز تم، ده جريمه يجب انه في قانون يجرم التمييز. لو في واحد ساكن في دمياط وواحد ساكن في اسيوط مش من حقك تميز بين الاثنين، اللي هو حتى جغرافيا هو كاتب حتى بسبب الجغرافي والمستوى الاجتماعي والانتماء السياسي، يعني كل الحاجات دي. لا يوجد مفوضية، ورغم أنه الدور يعني الفصل التشريعي الحالي للبرلمان مر منه دور انعقاد وفي نص دور انعقاد تاني قانون مفوضية التمييز، وده استحقاق دستوري ما خرجش، رغم أنه في اجتهادات. أنا عارف الدكتورة أنيسة حسونة كانت مقدمة مشروع قانون لهذا الأمر لم يرى النور، وده أمر غاية في الخطورة. ومن البداية الحوادث الإرهابية وما يجري، بداية الموضوع بتتم بأنه في حد يصدر فتوى تكفيرية، ده طيب أصل الموضوع. انا عايزه ننقل، هقول لك بس على المادتين التانيين وبعد كده ننقل. الماده الثانيه اللي بتتكلم عن حريه الاعتقاد مطلقه، ودي الماده رقم 64، حريه الاعتقاد مطلقه، ودي نص واضح، حريه الاعتقاد مطلقه ونقطه، وبالتالي اي اعتقاد يعتقده انسان في دينه هو حر فيه، لا يجوز لاحد انه يحاسبه عليه. الماده الثالثه اللي هي 67 اللي بتتكلم حريه الاعتقاد مطلقه. مطلقه مطلقة تماما، يعني هنا لكل إنسان الحق في أنه يعتقد ما يشاء سواء في الدين أو بالمناسبة أو في الرأي، لأنه أنت تعتقد ما تراه.
وطبعا حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق يحفظه القانون، عشان الناس في المنيا لما تحب تعمل كنيسة يبقى القانون اللي حضراتكم عملتوه بتاع قانون كنائس يقول ان ده حقهم بالظبط. المادة بقى 67 اللي بتتكلم عن جرائم النثر والعلانية، اللي بتتكلم انه حق الإنسان في إبداء رأيه بأي طريقة بالكتابة أو بالإبداع أو بالرأي إلا في ثلاث حاجات على المادة 67 يا جماعة، لا يعاقب يعني لا توقع عقوبة سالبة للحرية على الرأي إلا في ثلاث حالات إنه المشرع القانوني يحط العقوبة اللي يراها. إيه الثلاث حاجات؟ التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين، الطعن في الأعراض. يبقى أي إنسان من حقه إنه يعمل عمل أدبي كما يراه، إنه يكتب مقال كما يرى، إنه يقول رأيه على الإعلام كما يرى، لا توقع عليه عقوبة سالبة للحرية إلا إذا ارتكب جريمة من التلاتة. إيه الجريمة من التلاتة؟ التحريض على العنف، يعني إنه يشاع خطاب كراهية يؤدي إلى العنف، أو التمييز بين المواطنين، إنه يجي على التمييز بقى. وطبعا المادة 53 قايلة التمييز هو إيه، يعني أي جريمة من جرائم التمييز دي يمكن من الناحية الدستورية والقانونية أن توقع عقوبة سالبة للحرية، يعني يتحبس مش بس يكتفي بالغرامة. لا، وفي التحريض على الكراهية عقوبة لا تسقط بالتقاضي. يعني دي على فكرة يعني مهمة. والطعن في الأعراض. يبقى الثلاث حاجات دول اللي المشرع الدستوري لما جه يكتب النص الدستوري استثناهم من حرية الرأي والتعبير. ده لا يدخل في نطاق الرأي والتعبير، ده يدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب على القانون. أنا بشكرك على عرضك، ومفتوح أنه يصل هذه العقوبات إلى أنها عقوبات تبقى سالبة للحرية، يعني توصل